اليوم أنا من أقول لك مو كل أخ أخ، لا تستغرب. أكو أخوك يكون هو من أمك وأبوك، ولكن مو هذا هو الأخ الحقيقي. ما يوقف لك بالشدة من تحتاجه ما تلقاه، وأحياناً تتصل بيه ما يجاوب، يشغل روحه عنك. أنطيك دليل، يوسف عليه السلام كم أخ عنده؟ مو هم ولد أبياء كانوا؟ يعني معقول إحنا نشكك في تربية يعقوب عليه السلام؟ نبي هو بعد، ولكن كيف رباهم؟ هم إيش طلعوا؟ طلعوا إيش؟ معدنهم مو حقيقي، كان دغش رمل. فمو كل أخ أخ، أكو أحياناً صديق يسوى 100,000 أخ. وأن يكون أبوه مو نبي، وأحياناً أبوه ما مربي صح، ولكن هو رب نفسه صح، ومن تحتاجه تلقاه ويحبك ومصادقك بدون مقابل. مو صديق الكيف، صديق الونسة، صديق الفرح بس بالفرح تلقاه، وبالحزن من تتصل بيه ما يجاوب، من توقع أنت بشدة يكون غايب، بل يوقف هو وياك ودائما وياك، ويحاول أن يسعدك، وأحياناً أحياناً ينشغل عن أخوه الحقيقي في سبيلك أنت، لأن يحبك حب كبير جداً. هيك نوع من الصديق اللي يكون هذا معدن ذهب، هذا لا تخسره، لأن اليوم من النادر ما نلقى شخص يحبنا بدون مقابل ويصحبنا بدون مصلحة. تعال دور لي أنت كم صديق عندك، إيش قد أنت عايش، ها إيش قد عايش أنت؟ هواي أصدقاء صح على الفيسبوك، اليوم بالشارع الجيران، بس المعدن ذهب تلقاه واحد لو ما تلقاه، وانت هذا الواحد يا ذهب، واتمنى اني ما اخسرك. يا حزام الظهر اي ولد، بس بيك افتخر، بس احط عمري بيديك ولك تمر خادم غلاتك بالقلب. ايه قد ما غالي انت، سميتك ذهب.